سلام بكل المشاهدين اللي يتابعونا في طائرة سعيدة من فقرة بيت وشاعر، الفقرة اللي عليها أكثر من 1.5 مليون ريال، إما أن توزع بجوائز يومية نقدية أو حتى توزع بجائزة أسبوعية تقدر ب200,000 ريال. سؤال فقرتنا في حلقة اليوم يقول: قال الشاعر: يسائلني لحظها والحور، أتحلم في غزو هذا القمر؟ من هو قائل هذه الأبيات الشعرية؟ السؤال مرة أخرى: يسائلني لحظها والحور، أتحلم في غزو هذا القمر؟ في حال إذا ما عرفتم الإجابة، ما عليكم إلا الدخول على الرابط الظاهري أسفل الشاشة واتباع التعليمات بدقة، وحظا موفقا للجميع.